ايوه هذاك ابي الله يرحمه. مش انت قلت انك بتروح انت واخوالك تفتحوا الصندوق وتشوفوا الارث؟ يا الوريده اركوت. ايوه انا شغلت في الحاجه. قول الحل في الموضوع ما هو جمعنا اخواتي زي ما انت عارفه واخواتي كلهم بنفتح الصندوق، كل واحد متوقع متحمس مدري ايش بيحصل داخل الصندوق. فتحنا الصندوق حصلنا الكوت. اخواتي كلهم رموا وانا قلت اشيله على العقل من ريحه الوالد. تصدق به ولا تصرف به ولا ارقم به؟ هذا ما ينفعش حتى واحد يلبسه. لا لا لا، انت عارفه ابي كمان الله يرحمه كيف كان متعلق بهذا الكوت. يعني عمري كله ما شفت يلبس الا هذا الكوت. والله كان يشوفه زي واحد من عياله. بس اللي مش قادر افهمه ليش اللي جيبه لي؟ فتشته؟ لا. طب فتشه يا رجال، يمكن تلاقي خريطه ولا تلاقي بصيره ولا تلاقي حاجه. والله فكره. غيره جبت حاجه ولا جبت لي بالورق؟ معك حاجه ثانيه؟ والله ورق ومعاملات وبس، ما عاد منهم فايده. اذا خليني واقفه. كان ما انفع يا مدير، الرجال ومات. انا ما بندورش الرجال، انت داري انا ما بندور. بندور الكوت يا بني ادم. قلت لك اتفرغ وروح اخلق لي الكوت هذا من تحت الارض، فهمت؟ تمام. ما قدرت اتحمل لي الاوراق، دور لي مشي الاوراق. ماذا هي؟ هذه معاملة الشيك. أي شيك؟ شيك المقاول حق المشروع الجديد يا مدير. ما هذا والله إنه بيسهرني الليالي. عايش حياته، يجيش إلا الشيك ولا سلام ولا كلام ولا كأن إحنا موجودين. الرجال مدعوم، ما نستطيع نكلمه يا مدير، خايف يسبب لنا مشاكل. أيوه، يعني دحين يجيش إلا الشيكات والفلوس يا ما يسبب لنا مشاكل، ما فيش حل ثاني. انا قد في راسي خطه يا مدير، واعرف ان المبلغ هذا اللي في الشيك لا عندنا راسا. ايوه انا اشتكت تدي من هذا الافكار النيره، جالس من الصبح بتمكنني ورق. ايوه كيف انت بصرت يا مدير هذاك الولد اللي تحت في الاستعلامات موظف عندنا؟ اي نوع؟ الولد الضعيف هذا. هذاك ايوه عادوا قريبه. ايوه هو اللي يعامل له الشيكات ويعامل له المعاملات ويستلم له الفلوس هو. ايوه انا قد بنيت هكذا خطه وبدايه خيط من عند الولد ذيك. انا عاد برمو لك برمو وعاد كتفه تكتيفه ما يخرج منها. كلام. ما بناخذش منكم غير الكلام. جربني جربني وانا عاد اثبت لك. نشوف ما يمنعش. هذا المعاملة حقك؟ ايوه. اوف مالك؟ المعاملة اليوم ولا رضيت تمشي، من مكتب لا مكتب ولا رضيت تكمل. لا حول ولا قوة الا بالله. قد طلعنا لا عندهم، نشتي نخلص المعاملة، ما عاد بقي الا التوقيع، قالوا مش وقت. يعلم الله ليش المعاملات موقفات. ما ادري. عفوا يا مدير، ندخل لك المعاملات؟ ها؟ المعاملات. لا، ماليش مزاج اليوم. طيب والناس اللي عند الباب في السكرتارية ايش اقول لهم؟ ها قولي لهم اي حاجة، قولي لهم ارجعوا بكرة، ارجعوا بعد بكرة، قولوا لهم لا يرجعوش، المعاملات موقفة حتى اشعار اخر، تصرفي. حاضر. لا لا ايوه نبهي على كل الادارات، ما فيش ولا ادارة تقبل معاملات، المعاملات كلها موقفة. لما نشوف لنا حل في قصة الكوت هذه. ايش؟ تصرف انت، ايش دخلك؟ الله حاضر. الله يرحمك يا مهدي، والله اصبحنا بعدك مثل الايتام. اينك اينك وين وقفتك وانت لابس الكوت؟ اه الكوت اهم شيء نلقى هذا الكوت. خلاص يا جماعة المعاملات كلها موقفة اليوم. ما هو يعني نصير سايرين جايين سايرين لي حين، احنا ما احناش فاضين معانا اعمال. والله تقدروا تجوا بكرة او بعد بكرة. احنا مش فاضين ايش بنقص رايحين راجعين يعني ولا ايش؟ من زي الكلام. والله مشكلتكم مش مشكلتي. ايش مشكلتكم؟ مشكلة صعبة يا مدير. يا
مدري يوقع لنا. الو، لو سمحتوا، المدير وقف المعاملات في كل الاقسام والادارات، ممنوع طلوع اي معامله. لو سمحت يا استاذ، المعامله التخليه انا عند المدير. ما بتسمعش، بنقول لك موقف المعاملات كلها. السلام عليكم. وعليكم افضل واجود انواع السلامه. شلونك اخوي؟ الحمد لله. صوتك طيب؟ طيب. عسى ماشر؟ ماشر. اخوي انا داخل على الله، ثم عليك ادخلي. بغيتك تمشي لي دي المعامله. انا بغيتيني انا؟ ايه بغيتك انت تمشي لي دي المعامله. بغيتيني امشي لي هذا المعامله؟ معاملتي انا مو معاملتك انت. ايوه يوم معاملتك انت، ولا همك ولا همك. دقيقه واحد بس انتظري ولا اقول لك لحظه. واجي. اوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بصرتوني صاحب الكوت. ما لو صاحب الكوت، انا قد كملت المعامله وروحت. لو قد جاء صاحب الكوت قد خلصنا المعامله من زمان. هي هذا دائما تاخر. الله صاحب الكوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شفتوا لي صاحب الكوت؟ انا مريع بين الشمس قد ذالي ساعتين وعاد ما جاش. ما الله الله يحين يجي. ما جاش لهذا الحين. حتى ما بس معي فلوس ادبر له. انا معي الا 100 ريال اصير اتسلف له ادبر له من امين الصندوق منين ما كان. ما ولد ما هو؟ لقيته الكوت؟ فين؟ مع واحد من الورثه؟ اسمع لا تكلمني، مش كلام. الان جيب الكوت والوارث وانتم جو كلكم المكتب، يلا بسرعة أنا بانتظاركم. لقيوا الكود. لا أنت بنجلس كل يوم رايحين راجعين على الحال هذا. اسمعي، خلينا من المدير العام ننزل عند صاحب الكود. منو صاحب الكود؟ هذا واحد واقف بالحوش لابس كوت مخطط، ندي حقه وحقنا المعاملة عنده عجهزها يوم ثاني. المشكلة ما فيها صاحب الكود اللي ما قش من الصباح. أمانة. خلاص ننزل ننتظر للنازل. هيا بشر خير. بشر ان شاء الله بالخير ولا همش. معاملتك جاهزه بس في اشكال بسيط، بس ما جاء صاحب الكوت. كوت؟ وش السالفه؟ ولا سالفه ولا شيء، هو بيجي كل يوم بس اليوم مدري ما نتاخر. اسمعي انت انتظري عندنا 15 20 نص ساعة ولا يهمك. إذا ندي لها شاهي وندي لها قلص بن ولا نسكافيه ولا أي حاجة، أمري. مشكور وما قصرت، المشكلة إنه عندي شغل وعندي التزامات ولازم أمشي. مستعجلة؟ أكيد دائما بيجي مستعجلات. ما نفع ذحين، ما تشي. هو ما في قدامي إلا حل واحد، إني آخذ جوالك وأدق عليك. جوالي جوالي ولا يهمك، تفضليها هذا جوالي. ما بالجهاز، بالرقم بس عشان أكلمك. ها الرقم 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 الرقم. لحظة لحظة، الرقم هذا الرقم طيب. هذا الرقم 7 3 5. هذا اسمي وهذا رقمي. وكن رنني، لا تصليش. بس ليه هالقلم اللي صح؟ رنة تمام، ما تصليش. أمانة كن رنني. حاضر. أسألك بالله رنني. حاضر. تمام، أي وقت أنا مضي. تمام أمر. أمري أمر. رنة. يلا هاي باي. تو رنة. يا الله يا الله.